قضية عن الجد رحمة الله عليه، أحد الذين كانوا معه في مدينة سامراء. كان يقول: كنا نتباحث معه بحوث علمية. يقول هو في كل يوم أو بين فترة وأخرى كان يخرج من المدينة، وكنت أفكر إلى أين يذهب. يقول: في يوم من الأيام تعقبته وذهبت خلفه، فرأيت أنه يحمل تحت عبائته شيئا. يقول: ذهب إلى أن وصل إلى المقابر، ثم أخرج ذلك الشيء الذي أخفاه تحت عبائته وفتحه، وإذا به كفن. ارتدى ذلك الكفن ودخل في قبر مفتوح. يقول: أنا اقتربت إلى ذلك القبر فرأيته يبكي في ذلك القبر ويقول، يخاطب نفسه: يا مهدي، من الذي ينفعك في هذه الحفرة؟ هل هنالك أحد ينفعك إلا عملك الصالح؟ ثم بعد ذلك قرأ هذه الآية: ربي، كأنه متصور نفسه، انتهى، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم خاطب نفسه: يا مهدي، قد أرجعناك، فقم واستأنف العمل. هذا التوجه كان عنده علمائنا الأقدمين. في يوم من الأيام واحد ينتهي، وينتهي كل شيء. الإمام قال في تلك الخطبة: فكأن الدنيا لم تكن، اللي ماتوا كأنه ما كانوا. واحد قبل أن ينتهي يجب عليه أن يتذكر تلك النهاية، ويحاول أن يقدم لحياته الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين.